استاذ محمد عصام الناقد الرياضي بروز يوسف ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ محمد اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. نورت. ربنا يخليك بنورك ونور طبعا يعني البرنامج صراحه يعني دايما في نجاح. ربنا يخليك ويعني نتمنى تكون حلقه كويسه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. طيب انت تابعت الشوط الاول من منتخب مصر؟ قول لي الاخبار ايه بقى؟ والله اداء طبعا غير مطمئن بالمره. عندك اكيد احنا بنلعب فرقه كينيا فرقه محترمه يعني اكيد احنا ما ينفعش ان احنا نقلل من اي منتخب أكيد. لكن بالتاريخ وبالمستوى اللعيبه اللي موجوده لا احنا المفروض النهارده كنا نكسب كينيا بفرق كبير في الشوط الاولاني لكن للاسف الاداء ما كانش كويس. اداء سيء؟ اداء سيء للغايه. الجون جه من غلطه. ازاي كهربا هو اللي جابه؟ من غلطه من مدافع جاي بيرجعها للجون. كهربا كان ضاغط خد الكوره من عند الجون وراح احرز هدف. فلكن الجون ما جاش من جمله تكتيكيه، ما شفناش جمل تكتيكيه واضحه طول المباراه طول الشوط الاولاني. ارضيه الملعب نفسها ما كانتش مساعده برضو. اللي احنا كلنا شفنا ان في الشوط الاولاني الارضيه سيئه. سيئه. في اثنين من اللعيبه من فريق الكيني اتصابوا بسبب الارضيه. بسبب الارضيه خرج يعني تغييرين. الثاني كمان خرج تغييرين حصلت بسبب الارضيه. لازم برضو يكون في نظره للملعب. احنا عندنا ملاعب كتيره طبعا. جدا يعني المفروض ان احنا نستغلها. ما ينفعش ان احنا نلعب مع في برج العرب لان دي واجهه برضو مش كويسه. اسكندريه مثلا. استاد اسكندريه استاد القاهره ملعبه حلو قوي. ليه ما لعبناش هناك؟ هو النداء في الحقيقه للمسؤولين يا جماعه. الملعب ده صوره لمصر. الملعب ده بيدي انطباعات عن مصر. لازم لو احنا هنلعب مباراه زي دي دوليه رسميه نشوف موضوع الملعب. استاد برج العرب في الحقيقه في الاول زمان اول ما اتعمل الاستاد ده وفترات كتيره كان الارضيه كويسه جدا، لكن ضغط المباريات عليه اثر عليه بشكل طبيعي، استهلك جامد، لازم يتم معالجته وياخد فرصه عشان يتعالج. الملعب ده ارضيته لازم تتعالج. ففي نفس الوقت ما هو الاصابات اللي حصلت لكينيا دي ما كانت ممكن تحصل للاعيبه مصر وبتاثر بشكل كبير جدا سواء على المنتخب او الانديه. فلازم يبقى في نظره من المسؤولين عن الرياضه في مصر بخصوص الملاعب، بخصوص ملعب برج العرب. اي مباراه تتلعب هناك دلوقتي نقلوها. عندنا ملاعب كتير فعلا، عندنا بنيه تحتيه رائعه، ليه دايما بنصدر الصوره السيئه عننا؟ فده شيء مهم في الحقيقه. اكيد طبعا ده شيء مهم. ورقم اثنين يعني عايز اقول لحضرتك على نقطه، يعني انت عندك في لعيبه كتيره دلوقتي، احنا عندنا كميه اصابات رهيبه. وللاسف الاهلي اكتر مضرور اكتر ضرر من الاصابات دي بسبب الارضيات الملاعب. احنا كلنا ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا، احنا كلنا بنحب نمتع عينينا بالملاعب. بتخطفنا الملاعب دلوقتي اكتر من الكره. طبعا طبعا. اما احنا هنا للاسف لما ايه المنظر ان احنا واحنا تحديدا ان احنا كمان منظمين بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه، الملعب كويس وملعب حلو. دلوقتي يعني صعب ان المباراه تتلعب في القاهره بسبب ان انت عندك في ملعبين في القاهره مشغولين، بس عندك في ملاعب ثانيه فاضيه. لكن في اسكندريه ما زي ما قلنا في السويس في عندك اماكن كتيره، في ملاعب كتيره تنفع ان احنا استاد بورسعيد عندك استادات كويس المفروض ان احنا نستغلها. بخلاف استاد بورسعيد يعني ما علينا. الاسماعيليه تمام كويس، استاد الاسماعيليه استاد السويس استاد اسكندريه كل ده ملاعب المفروض ان احنا نلعب عليها، ليه ما يتمش ان احنا نلعب فيها؟ برضو دي علامه استفهام. فاتمنى طبعا ان الاداء كان سيء بخلاف الملعب كان ايه يعني؟ بتشوف ايه؟ عدم انسجام ولا فيه؟ هو انا شايف ان عدم انسجام مع العلم ان برضو ان انا شايف نقطه ان كابتن حسام البدري بيحاول يستغل الخطه بتاعت المدير الفني الاهلي فايلر ان هو بيلعب بخط الهجومي ناحيه حسين الشحات حفشه بيحاول ان هو يلعب بالخطه دي، بس المشكله ان مفيش انسجام. في عندك برضو النهارده ازاي بيحاول يلعب بالخطه دي ازاي؟ يعني هو دلوقتي بيلعب 4-2-3-1 4-2-3-1. انت قصدك كشكل تكتيكي في الملعب ده ناس كتير بتلعب بالخطه لا دي. هو كشكل تكتيكي كان غايب عن الملعب مش عارف يطبقها صح. طب خليني سريعا قبل ما نكمل حديثنا عن المنتخب الاول نقول تشكيل المنتخب الاولمبي لان ده ايضا شيء مهم لسه نازل حالا. محمد صبحي في حراسه المرمى، خط الدفاع اسامه جلال، محمد عبد السلام، احمد رمضان بكم، واحمد ابو الفتوح. هو كده مش بيلعب اربعه، هو بيلعب برده ثلاثه تمام. كريم العراقي، امام عاشور بيظهر النهارده، اكرم توفيق، رمضان صبحي مستمر، عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد. عبد الرحمن مجدي مكان صلاح محسن. بالنسبه الناس ظلمه صلاح محسن في الحقيقه. الناس بتتكلم، هنتكلم على موضوع المنتخب الاولمبي لكن ده التشكيل يعني نقول لحضراتكم مره ثانيه. محمد صبحي حراسه المرمى، اسامه جلال، محمد عبد السلام، احمد رمضان بكم، احمد ابو الفتوح، كريم العراقي، امام عاشور، اكرم توفيق، رمضان صبحي، عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد. ده تشكيل المنتخب الاولمبي اللي اختاره الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب. خلينا نكمل بقى المنتخب الاول عشان نرجع للكابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي. برده انا في نقطه برده كنت حابب ان انا اتكلم فيها. برده خط الدفاع كان عليه في الشوط الاولاني
الاولاني علامه استفهام كبيره جدا جدا لما تلاقي الفريق الكيني وصل وصل الشناوي اربع مرات في مده بسيطه. يعني لو كانت اللعيبه بتاع كينيا كان في خبره شويه كان احرج المنتخب الوطني عندنا. برضو لازم يكون في نظره لخط الدفاع عندنا، في ثغرات كانت من كان ناحيه هجمة محمود كينيا كان في هجمات خطره كان في من ناحيه محمود علاء في برضو كانت ازمه كبيره جدا كانت كلها من ناحيه محمود علاء وعبد الله جمعه. كانت معظم الهجمات جت من الناحيتين دول. لكن احنا طبعا نتمنى للمنتخب طبعا الفوز والحمد لله ان يجي جون، ونتمنى ان هي تتكلل في الشوط الثاني يتم تدارك الاخطاء اللي حصل. طيب نتمناها يعني. رؤيتك للتشكيل النهارده مثلا، يعني عمرو السولية بيلعب على حساب محمد النني، كهربا بيلعب مهاجم، قفشه بيبتدي، بتشوف الجوانب دي ازاي؟ هو انت عندك في المنتخب لعيبه كويسه جدا جدا. حلو. ولعيبه ليها اسمها. يعني كلنا بقى لا غبار على السولية، السولية من اللعيبه الممتازه جدا جدا اللي حتى لا خلاف عليه اذا كان اهلي او زمالك كله عارف ان مستوى السولية يؤهله اللعب اساسي على حساب النني. طبعا دي حاجه معروفه على حساب النني مع العلم ان النني مقدم مباريات طيبه مع بشكتاش التركي الفتره اللي فاتت، لكن السولية عنده حته الحماس الروح بيلعب برجوله ده يؤهله ان هو يكون موجود طبعا في التشكيله الاساسيه للمنتخب. لكن احنا لو هنتكلم على التشكيله، التشكيله كويسه بس اهم حاجه التوظيف واللعيب التكنيك نفسه اللي موجود جوه المباراه، التغييرات اللي كلنا كنا بنشوفها. يعني كلنا بنشوف لو في مباريات مثلا الاهلي مع فايلر كلنا بنشوف ان كان في تغييرات بتحصل داخل الملعب يعني في قلب المباراه نفسها. ده للاسف غايب في المنتخب خالص. ده مش موجود. ايه السبب؟ المفروض ان احنا نبدا نشوف السلبيات ايه اللي في المباراه اللي شغاله ونبدا نشتغل عليها. ده للاسف برده ما كانش متواجد. هو الواحد دلوقتي لما بيجي يتكلم على او يطلع مبرر مثلا للكابتن حسام البدري او المنتخب ان الاداء وحش، اصل احنا لسه في الاول ماتش اول ماتش رسمي كلام من ده، تيجي برده تفكر تجربه مستر فيلر وهي اقرب تجربه مثلا. يعني الراجل اول ما جه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفين اداء كويس والنتائج كويس اول ما جه وجاي فتره برده ضيقه، فبرضه ممكن يكون ايه المبرر للاداء السيء ده؟ ما عايزين برضه نتكلم. هقول لحضرتك على حاجه، خلينا لو هنتكلم على تجربه مستر فايلر هنتكلم على نقطه مهمه جدا جدا. مستر فايلر اول ما جه النادي الاهلي لما جم يتفرجوه على الفيديوهات بتاعت اللعيبه قال لك الفيديوهات دي تركن على جنب اشوف اللعيبه في اقيمهم اقيمهم انا بقى في الملعب دون النظر لاي اسماء. تعال اتفرج على الاهلي، يعني مش عايز اقول اللهم لا حسد، في كذا فريق في النادي الاهلي لما بنلاقي في حد مصاب دلوقتي بقينا بنفكر عندنا البديل اللي احنا مطمنه. يعني حتى اصابه حمدي فتحي تمام كل طبعا ربنا يشفيه. لا دلوقتي احنا عندنا اليو ديانج وعندنا حسام طبعا عاشور وعندنا اسماء والسولية عندنا اسماء كويسه تطمنك تمام كويس. الاعتماد على النجوم اللي موجودين بالفعل اللي بيلعبوا احسن بكتير جدا جدا من ان احنا ناخد الاسماء الرنانه. لكن احنا الاسماء اللي موجوده جوه الملعب اسماء تقيله واسماء كويسه واسماء تأدي، لكن ينقصهم الخطه. انا شايف ان كابتن حسام محتاج يوظف اللعيبه اكتر من كده. محتاج ان احنا يكون في يعني نظره تغييرات جوه الملعب. يعني ان احنا على حسب الفريق المنافس لينا. ده اللي انا شايفه. الشوط الثاني ابتدى في هذه اللحظات ما بين مصر وكينيا وتقدم منتخب مصر بنتيجه 1-0. طيب تتوقع ان ممكن اداء منتخب بيتحسن خلال المراحل اللي جايه وخصوصا عندنا مباراه بعد اربع ايام؟ والله اتمنى ان اداء المنتخب طبعا اكيد اتمنى ان هو يتحسن، لكن احنا كلنا شفنا المباريات الوديه للمنتخب ما بتبشرش بالخير. ونفس الكلام ده انا كنت قلته برده كان في فتره كان كوبر برده كان نفس القصه، الاداء ما كانش كويس. بس كوبر كان بيحقق الاهداف المطلوبه في الحقيقه. كوبر كان بيحقق الاهداف المطلوبه دي ببركه كله كان عارف بالبركه دعاء الشعب المصري كله دي حاجه مفروغ منها. لكن كان اداء منتخب ما كانش فيه. ما هو ما ينفعش النهارده يعني انا عايز محمد صلاح لعيب من طراز فريد، يعني كلنا عارفين محمد صلاح يعني شفنا في ماتش ليفربول الاخير ومانشستر سيتي ادى ازاي. واكيد كان نقطه تحول كتير جدا جدا في الفريق ليفربول، لكن انت عندك دلوقتي مش شرط ان محمد صلاح مش موجود يبقى الاداء مش كويس.
انت عندك فيه لعيبه كويسه. حسين الشحات حالته ايه في الشوط الاول؟ لا حسين الشحات كان لعيب، لا حسين الشحات ادى كويس، ادى كويس، بس برضه انا برضه بلوم على ارضيه الملعب اكتر. مش مخليه اللعيبه برضه واخده راحتها. بمناسبه موضوع ارضيه الملعب، وانا قلت الخبر ده في اول الحلقه، بنسبه كبيره ماتشات الاهلي الافريقيه هتكون في استاد القاهرة يعني لحد دلوقتي، يعني ما فيش طبعا حاجة رسمية لحد دلوقتي، لكن إن شاء الله بإذن الله ممكن، وده هيبقى شيء مهم في الحقيقة. ما ينفعش استاد زي ده، يعني هو الاستاد شغال يا جماعة زي الفل، لا في مشكلة في ملعب في النجيلة يعني في الأرضية ولا في المدرجات، الجماهير ملتزمة، ما فيش أي حاجة عايزة تتعدل، عايزة تتصلح، أي صيانة ما أعتقدش. فأعتقد إن مش هيبقى في حجة عند هيئة الاستاد بعد البطولة إن أصل استاد القاهرة محتاج صيانة، طب لا لما نخلص الصيانة بعد كام شهر. يعني اعتقد دلوقتي الاستاد متاح، ناقص الجوانب الامنيه، وان شاء الله يتم الحصول على هذه الموافقات الامنيه يعني. لكن مهم قوي ان احنا نلعب ماتشاتنا على حته الموافقات الامنيه. احنا المفروض كنا افريقيا الحمد لله ظهرنا بمستوى كويس جدا جدا. كان في وعي جماهيري رهيب جدا، وكان في التزام. احنا كنا عايزين نستغل الفرصه دي، وان احنا نكون في تواجد جماهيري في المباريات الجايه للاهلي، لان الاهلي محتاج كل جمهور، يحتاج كل دعم او تشجيع من الجماهير. فاتمنى ان يكون في دعم جماهيري، وان هو يسمح للجماهير بالدخول الفتره الجايه. طيب ان شاء الله باذن الله نروح للمنتخب الاولمبي. اكيد مباراه مهمه مع الكاميرون. اكيد طبعا. في الاول بتقيم المنتخب الاولمبي ازاي في اول ماتشين، مالي وغانا؟ اداء ممتاز جدا جدا من هو صراحه، يعني كابتن شوقي جاب مجموعه كويسه جدا من اللعيبه كويسه، لكن برضو يعني كان في برضو بعض الملحوظات اللي الناس حتى كلها والخبراء اتكلموا فيها في التشكيلات. طبعا منتخب الاولمبي من حيث النتائج، لو احنا هنقارن زي كوبر، لا من حيث النتائج طبعا نتائج كويسه، محقق الفول مارك كله 6 نقط من المباراتين. ماتش الكاميرون النتائج جيده، لكن انت بتشوف الاداء ازاي؟ الاداء يعني احنا لو هنتكلم على الماتش الاخير، لا كان اداء رجولي من اللعيبه. في الحقيقه الماتش الاخير كان اداء رجولي من اللعيبه. صح. اللعيبه نفسهم من اللعيبة. وليس الجهاز الفني. يعني الجهاز الفني ما أداء ده. من اللعيبه، اللعيبه نفسها ادت برجوله. اللعيبه فعلا كانت عايزه تكسب، كانت عايزه تفرح الجماهير اللي موجوده. مباراة الكاميرون انا شايفها انها بغض النظر انها تحصيل حاصل، بس مهمه جدا، لان عشان نضمن ان احنا نلعب في استاد القاهره فلازم نكسبها. حضرتك قلت التشكيله من شويه. انا المعلومه اللي كانت عندي ان كان هيريح فتوح. واضح انه مريحوش، بس هو مريحوش. بس انت عندك احمد ياسر ريان صراحه يعني مهاجم. يعني انا شايف ان هو المفروض، انا ما اعرفش هو من التشكيله الاساسيه اللي موجوده دلوقتي. لا مش موجود. مصطفى محمد اللي بادي برضه. وعبد الرحمن مجدي. مصطفى محمد كويس طبعا. مصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي. بص، هي التغييرات عباره عن ايه؟ عندك اللي لعب امام عاشور مكان عمار حمدي. تمام. رمضان صبحي بيكمل، عبد الرحمن مجدي مكان مين؟ صلاح محسن. صلاح محسن. هي دي هم دول التغييرين. بس مصطفى محمد كان المفروض ان كان على حسب تصريح كابتن شوقي غريب ان هو كان هيريح مصطفى محمد وصلاح محسن وفتوح. لكن برضو في علامه الاستفهام مهمه، صلاح محسن. صلاح ما هو بقى الناس بتتكلم شويه على صلاح وان اللاعب بيظهر بمستوى مش كويس وكلام من ده. هو التفسير الواضح ان اللاعب مش بيلعب في مكان ولا عدلته حتى يعني كوينج. فهل الناس تحكم بشكل طبيعي على اداء صلاح محسن ولا مش منطقي؟ انا شايف ان مش منطقي ان احنا نحكم دلوقتي على صلاح محسن لسبب واحد بس. احنا كلنا شفنا حسين الشحات في الفتره بتاعت لازارتي المدير الفني السابق للاهلي. حسين الشحات ساعتها كان الناس كلها قال لك 150 مليون وهو والاهلي مش عارف اشترى الترماي، الكلام اللي هو اللي بيتقال من الجماهير ومن بعض الناس اللي كانوا دايما ضد الصفقه بتاعت حسين الشحات. شوف دلوقتي فايلر موظفه ازاي. نفس القصه هننقلها في صلاح محسن. صلاح محسن لعيب ممتاز ولعيب جيد، ينقصه الفرصه وينقصه انه يتوظف صح. اهم حاجه التوظيف، ودي رؤيه مدير فني. كلنا كنا بنشوف كابتن حسن شحاته كان في لعيبه بيعرف يوظفها صح، وكان بيأدوا اداء ممتاز جدا جدا كان مع المنتخب. ده للاسف مش موجوده حاليا. العين احنا بندور دلوقتي، المدير الفني لازم يكون عنده عين في اختيار اللعيبه، ازاي انه يعرف يوظف اللعيب صح على حسب امكانياته عشان يعرف اللاعب يظهر بمستوى كويس. بس انا اللي انا شايفه ان في حاله ذبح لصلاح محسن. من خلال تقييم الناس. من خلال تقييم الناس. انا شايف ان صلاح محسن يستحق الفرصه كامله،
وهو لو خد الفرصة كاملة يعني كل هيشوف أداء تاني من صلاح محسن. طيب طبقا للتشكيل واضح كده أن الكابتن شوقي غريب هيلعب بنفس الطريقة اللي ابتدى بيها مباراتي مالي وغاني. مش عارفين لسه في الملعب الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، بس هو كده واضح من الاسماء. يعني انت عندك اسامه جلال ومحمد عبد السلام ومعاهم احمد رمضان بيكا. احمد رمضان بيكا ما بيلعبش باك رايت، بيلعب مساك، لكن موجود احمد ابو فتوح وكريم العراقي. يبقى ادي كده ثلاثه ورا نفس الموضوع، ثلاثه وقدامهم ثلاثه وقدامهم ثلاثه وواحد. فسر اصرار الكابتن شوقي غريب على نفس التفكير والخطه لحد طبعا ما الماتش يبتدي، مش عارفين الشكل، لكن واضح كده هو نفس التفكير، رغم ان هو نهى المباراه اللي فاتت باتنين مهاجمين وكان الشكل الاكثر روعه يعني في الحقيقه، قدرنا ان احنا نكسب نقاط المباراه. السر ايه في التصميم ده يعني؟ ما هو دي النقطه اللي بتكلم حضرتك عليها. انت شوقي غريب باصص، ما دام كسب الماتشين اللي فات يبقى هو صح، بدون النظر لعلاج السلبيات اللي كانت موجوده في المباراتين. مع العلم ان لو تم اللعب بكره هجوميه اكتر ده المره اللي فاتت، في الحقيقة عندك مقاومات، انت عندك رمضان صبحي، عندك كذا، عبد الرحمن مجدي، احمد ياسر ريان، عندك مصطفى محمد، عندك اسماء حلوه المفروض انها تكون موجوده في مع المنتخب وتكون بالشركه بصوره اساسيه، لان اداء انت بتلعب على ارضك، ارضك يعني المفروض ان انت تكون كره هجوميه اكتر من كده. نفس السلبيات اللي هي بتتكرر في كل مباراه، ننزل الشوط الاولاني بصوره سلبيه، نيجي الشوط الثاني يبدا العمليه التصحيح. طب ما نبدا من الاول على طول، نلعب باثنين مهاجمين ونبدا ان احنا نهاجم. احنا بنلعب على ارضنا ولازم الاداء، لازم نمتع الناس انت بطالب ان الناس تيجي، الجماهير تكون في حضور، لان برضو انا زعلان النهارده ان الحضور الجماهيري كان قليل، لا قليل جدا. يعني ما كانش كتير، ممكن هنقول عشان خاطر المباراه بتاعت منتخب مصر وكينيا للكبار، المنتخب الوطني، لكن برضو ده مش مبرر، الواحد بيدور على الكره الحلوه. طبعا. اكيد انا لو انا شايف ان المنتخب هيقدم، المنتخب الاولمبي هيقدم كره حلوه، اكيد هروح احضر. فلازم كابتن شوقي غريب يراعي ده في الادوار الجايه، وتحديدا ان احنا في مباريات صعبه الفتره الجايه. احنا شفنا تصريح كابتن، شفنا تصريح المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا بيقول فيه انا بتمنى لاعب المنتخب المصري. ودي ثقة، وثقة غريبة يعني، يعني تحس ان هو واثق ان هو هيكسب. يعني بيشتغل على العامل النفسي شوية سواء مع لعيبته او مع لاعبي المنافس، يعني لو احنا قابلناهم، لكن ان شاء الله في كل الاحوال ايا كان هنقابل مين ان شاء الله نكون موفقين، يعني ده الاهم ان شاء الله. طيب لحد دلوقتي طبعا من مباراة المنتخب الاول، تقدم المنتخب بهدف لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 42 من الشوط الاول، والمباراة دلوقتي في الدقيقة 55 من زمن المباراة. نتمنى كل التوفيق، المباراة تنتهي على خير بإذن الله تعالى. نروح للأهلي شوية. الأهلي الفترة دي طبعا بيستعد من خلال مرحلة جديدة، كان عنده معسكر دبي وبعدين عنده دلوقتي فترة إعداد مميزة، وبكرة بالمناسبة يا جماعة ما فيش تدريب للنادي الأهلي، بكرة أجازة قرار من الجهاز الفني، ويستأنفوا التدريبات إن شاء الله من يوم السبت. بتشوف استعداد النادي الأهلي إزاي، وهل الإصابات هتكون مؤثرة على الفريق ولا لا؟ أكيد طبعا، أولا الإصابات طبعا كانت هتأثر اكيد، لان في اسماء كبيره جدا جدا هتكون موجوده. لا اكيد الاصابات دايما، وده احنا كلنا شفناها في الموسم اللي فات للاهلي، الاصابات كانت مأثره جامد جدا على الفريق، ونفس الشيء بيتكرر للاسف في الاهلي في الاصابات. لعنه الاصابات، ايه السبب؟ الله اعلم. لكن احنا انا شايف ان في مدير فني جيد، مدير فني قادر ان هو يعبر بالنادي الاهلي بفريق النادي الاهلي لأداء كويس، وتحديدا الفترة اللي فاتت ان هو اوجد البديل. كلنا دايما دلوقتي لو حضرتك سألت الجماهير هيقولك فايلر مانويل جوزيه، فالكل بيربط دايما الاسم. ليه؟ لان احنا كلنا الربط ده مبكر شوية. انا لا، هو في علامات بتبقى ظاهرة، يعني احنا كلنا شايفين قوة شخصية فايلر، بعض الامور اللي بيعملها في التمرين، يعني كلنا شفنا في ماتش الاهلي واسوان الاهلي كسبان 5-1، لا فايلر طلع متضايق وعمل وكان ولغى الراحه بتاعه اللعيبه. ليه؟ علشان خاطر الجون اللي دخل في فيه بالاستهتار على حد قوله. تمام، انا شايف ان اللعيب طبيعه اللعيب المصري محتاج مدير فني يكون كده. مانويل جوزيه كان بتتوافر فيه نفس الشخصيه. تمام، ده غير ان انت فايلر مدرب خططي بيفاجئك بكذا تشكيله جوه الملعب جوه المباراه نفسها، ودي حاجة كويسة. فأنا شايف إن الأهلي عمل فترة إعداد كويسة في الإمارات، كانت فترة مفيدة جدا جدا. عرف يخرج اللعيبة، يعني يبدأ معاها روح جديدة لموسم جديد، استعدادات جديدة، مدير فني كويس. الفترة الجاية
هنشوف ده في أرض الواقع. وتحديدا إن إحنا عندنا مباراة الدوري قدام الجونة ويوم 25 نوفمبر. بعد كده الأهلي هيسافر طبعا عشان مواجهة النجم الساحلي. لحد دلوقتي ما بين يا إما 29 يا إما 30، لحد دلوقتي إحنا مش عارفين. لا، هو النجم الساحلي النهاردة على الصفحة الرسمية ليه على فيسبوك قال المباراة بشكل رسمي يوم 29. وامبارح كان معانا مداخلة مع مسؤول النجم الساحلي قال لك المباراة يوم، بس كابتن سيد عبد الحفيظ هنحاول نخليه يوم 30 يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده احنا سالناه طلع وقال انا لسه لحد دلوقتي لم يتم اختارنا باي حاجه. بالظبط بالظبط. واحنا مرحب يعني الاهلي هو عامه مرحب، ما عندوش مشكله، لكن احنا ما يتمش اختارنا على موضوع ان الماتش هيبقى ممكن 29 ولا 30. هو مهم قوي الماتش يبقى 30 في الحقيقه. اشمعنى؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان فرق الايام ما بين ماتش الجونه في الجونه وماتش النجم لو 29 فرق قليل قوي، سفر يعني. ما هو انت عندك 25 في الجونه والاهلي ممكن هيسافر على في حدود 26 اكيد، ما فيهاش هزار يعني. هتسافر يوم 26 اجهاد جاي من الجونه ترجع القاهره وبعدين من القاهره لتونس، فالفتره الزمنيه قليله في الحقيقه. لو يوم 30 اي يوم هيفيد اكتر طبعا. ارجع واقول لك على نقطه يا كابتن، ان عندك الاهلي الفتره الجايه دايما متعود على ضغط المباريات. يعني احنا كلنا طبعا شفنا الموسم اللي فات كان كل 3 ايام ماتش. المدير الفني الأهلي مهتم جدا جدا من ناحية اللياقة والإعداد البدني الجيد الصح للعيبة. كويس. فلو الأهلي تم إعداده بدنيا صح مش هتكون في مشكلة. بالرغم إن ممكن الأهلي يتعرض للإجهاد، بس إحنا بنقول إحنا لسه في بداية موسم. فأتمناها طبعا، أكيد طبعا هتبقى راحة للأهلي وللنجم يوم 30. وكلنا شايفين إن وتحديدا إن النجم في إصابات بالجملة يعني. بس بعضهم هيلحق المباراة بالمناسبة يعني، في بعضهم هيلعب المباراة. انت عندك الظهير الايسر وجدي كشرين ده لعيب مميز قوي، لعيب مميز جدا جدا طبعاً. مش هيلعب خلاص اتاكد عدم لعبه. وفي عمد الاحمر حمزه الاحمر ومحمد امين بن عمر ومحمد المثناني كل دوم اقوى كتير جدا جدا مصابين يعني، ده جزء كبير جدا جدا من مصابين نادي النجم. اتمنى ان الاهلي يستغل النقطة دي ويلعب ويعني يحقق نتيجة كويسة. في المقابل الاهلي عنده مثلا اصابه حمدي فتحي، حسين شحات الحمد لله بيشارك النهارده فمتاح، عندك موضوع متولي لسه شويه، محمد محمود كنت حاطط بس كده كده محمد محمود كان ما اعتقدش كان هيلحق تأيد، ما اظنش. بتشوف الاصابات دي ممكن تاثر على الاهلي ولا ممكن مستر بايلر يكون ليه استراتيجيه معينه؟ عنده البديل يعني. عنده البديل، وكلنا شفناه في مباريات الاهلي السابقه ان بيلعب في كل مباراه ليها تشكيل شكل. فانا شايف ان ده برضو مش هم لعيبه طبعا اكيد ليها اسمها ولعيبه طبعا تاثر في اي مع في اي غيابهم ياثر على اي فريق. لكن انا شايف ان هم يقدروا يعني الاهلي قادر ان هو يعدي المرحله دي لحين عوده المصابين. تتوقع مين يكون بديل حمدي فتحي؟ عندك اليو ديانج. اليو ديانج. انت تتوقع مين؟ اليو ديانج ولا حسام عاشور ولا مين؟ لا اليو ديانج. وتحديدا ان احنا عايزين سرعه في المباراه دي. احنا بنلعب بره ارضنا، في نفس الوقت انت عايز خبرات في المباراه دي، مع خبرات وبرده السرعه، انت تمثل في حسام عاشور، انت شايف برده اليو ديانج بيلعب يعني لعيب ممتاز وكلنا شفناه حتى في مباراه الدوري بيلعب مباريات كويسه. مباراه الاهلي اللي فاتت فالاقرب اليو ديانج. الاقرب اليو ديانج بحسب طبعا رؤيه المدير الفني اكيد طبعا. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. مباراه وديه يوم الثلاث، اهميه هذه المباراه بتشوفها ازاي؟ استعداد جيد للعيبه وتحديدا الاهلي برضو اللعيبه محتاجه احتكاك اكتر في المباريات الوديه علشان يقدر يقف على مستوى اللعيبه اللي هتشارك في ماتش الجونه وهتشارك في ماتش النجم الساحلي التونسي. طيب اكيد هتفرق مع النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في تحدياته المقبله سواء مباراه الجونه او مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. خليني اقول ان في مباراه مصر دلوقتي حصل تغيير بخروج احمد السيد، لا عفوا، نزل احمد السيد زيزو مكان حسين الشحات خرج في الدقيقه 57. طيب بما اننا رجعنا لمنتخب مصر، بتشوف اهميه ان صلاح جه هنا وعرض حالته على المدير او على الطبيب المنتخب وكان موجود في المعسكر وكلام من ده، اهميه وجوده ايه؟ وطبعا هو هيعمل فتره علاجيه هناك في دبي بسبب الاصابه. محمد صلاح لما بديت الكلام، محمد صلاح من اللعيبه اللي لا غبار عليها. كلنا شفنا الفارق طبعا، اكيد المنتخب النهارده كان هيبقى فارق كبير جدا جدا. هيبقى في فرق لما محمد صلاح يكون موجود في الملعب. غيابه طبعا اكيد ياثر على اي فريق، محمد صلاح نفسه بيأثر لما ما بيبقاش موجود مع ليفربول بيأثر عليهم، فأكيد طبعا مع المنتخب نفس الشيء. لكن موضوع إصابة محمد صلاح لغز كبير. لغز بمعنى إيه بقى؟ إن في اتهامات من بعض
في بعض داخل اتحاد الكرة مسؤولين بيأكدوا ان محمد صلاح مش مصاب وان اللاعب بيتهرب من المنتخب. ده حد من جوه الاتحاد بيقول كده؟ من حد من جوه الاتحاد وحد مسؤول كبير. طب ازاي واتعمل كشف على اللاعب ورجله وقدمه وفي حاجه دي برضه دي دي, دي مشكله بقى دي. انا ارجع واقول لحضرتك لما يطلع عضو في اتحاد الكوره ويطلع على في احد البرامج ويطلع يقول محمد صلاح مش عايز يلعب للمنتخب. انت طلع في احد البرامج قال كده؟ مش عايز اذكر اسماء بس بس يعني طلع وقال قال محمد صلاح مش عايز يلعب للمنتخب. طب ما ببساطه محمد صلاح مش عايز يلعب جه لي مصر ما راح لي للجهاز الفني ما اعرفش مش منطقي برضه. ما هو مش منطقي بس كلنا شفنا الفتره اللي فاتت كان في مشكله في مجيئة محمد حلو صلاح. حلو معاك. في بعض العوامل اللي بتادي اللي ممكن اللاعب بنفسه بيصدق بيخلي الناس تصدق حاجه زي كده. عدم حضور محمد صلاح، تاخير في حاجات كتيره، كلنا شفنا مستوى محمد صلاح مع ليفربول في الماتش الاخير خلى الناس كلها طب امتى؟ طب ايه؟ وتحديدا ان في كان كذا تصريح لمحمد صلاح ان هو يعني في ماتشات مش مهمه لو ما هو مش موجود. بص انا في اعتقادي الشخصي يعني الله اعلم ان محمد صلاح ما اعتقدش ان هو يفكر التفكير لعقليته، لان كل مباراه دوليه ليه بتضيف لي ارقام مهمه جدا، هو لاعب بيبحث عن الارقام دايما. بخلاف حبه وانتمائه لمصري يعني انا لا اشكك في ده، لا اشكك بس الفتره اللي فاتت التصريح اللي انت بتقول عليه ده يعني ليه الراجل يقول كده؟ انا ما اعرفش هو مين والله ما شفتش يعني التصريح ده في الحقيقه يعني. لا هو التصريح ده معروف واكيد انا يعني انا مش عايز اذكر اسماء بس تمام بس يعني نسبه كبيره من الناس تعرف الموضوع ده لكن على الهوا كده دخل وقال كده اتكلم كده على الهوا. طب اسمه عادي طبعا ده اصل حاجه طلعت على الهوا يعني. انا افضل ان انا اخليها بعدين يعني بلاش الموضوع ده. بس انا ارجع واقول لحضرتك في نقطه ان موضوع محمد صلاح كان فيه علامات استفهام كتيره الفتره اللي فاتت في المنتخب. محمد صلاح كان في يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني في ناس كتيره كانت من الجماهير زعلانه من محمد صلاح. لكن ان انا شايف ان محمد صلاح لعيب يعني له خبره كبيره. شايف ان محمد صلاح حته ان هو جه وعرض نفسه على طبيب المنتخب حوار الكشف الطبي ان يثبت ان هو مصاب ده بتخليه ان هو برضه بيعيد تفكيره صح، لان برضه موضوع الناس برضه زعلانه من نقطه لما سال من اسم لعيب المنتخب الوطني على تويتر على حسابه. فدي برضه حاجات بتساعد اي حد لو طلع يتكلم في حاجه تاكد اي معلومه. طيب يعني هنشوف يعني الواضح بالنسبه لنا طبعا اللاعب جه المعسكر يبقى وتم الكشف عليه طبيا واتضح ان هو مش سليم وفعلا تعرض لالتحام قوي في مباراه مانشستر سيتي في نفس الكاحل اللي هو متعور فيه اصلا. فلا محمد صلاح كده الراجل جه وعمل اللي عليه وموجود وكان متاح للجهاز الفني، لكن العقبه كانت الجانب الطبي والخاص بالاصابه يعني. فما فيش اللوم على محمد صلاح، اللوم على المسؤول اللي قال كده في الحقيقه يعني ده ايضا مش توقيت. بمناسبه بقى اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه بتقيم ادائهم حتى الان ازاي؟ تغيير اقيم اداء ازاي؟ اقيم اداء ان انا شايف ان تاجيل مباراه قمه ما كانش في وقتها. انا شايف ان ما كانش فيه اي داعي او اي مبرر تاجيل مباراه القمه. لما نلاقي مسؤول في نادي منافس يطلع يتكلم على التاجيل وياكد ان احنا هناجل لمباراه القمه ويطلب ان احنا طلبنا وهيتم التاجيل قبل ما يتم اختيار النادي الاهلي، يبقى اذا العمليه مش في حياديه في التعامل. وكلنا كل كان الناس وكله عنده كان تشكك كبير جدا جدا في اللجنه الخماسيه في كان عندهم تشكك كبير جدا جدا في الفتره اللي فاتت بسبب انتماء الجنايني لنادي الزمالك. انا شايف انه في قرار الفتره اللي فاتت متاخده كلها لصالح نادي معين. انت شايف كده؟ انا شايف كده. موضوع تاجيل مباراه القمه، تظبيط الجدول على حسب، لان هو طلع واتكلم وقال لك لا تاجيل في الجدول، المباريات هتمشي زي ما هي. في حاجات كتيره كانت هتتعمل واتكلم عليها ما تمش تنفيذها، مجرد ما رئيس نادي طلع اتكلم وقال هنأجل خلاص يتأجل دون النظر لأي نادي. كل شاف الأهلي كان ساعتها في الوقت ده كان أداؤه كان كويس جدا جدا يعني، برضه هو حقه إن هو خايف برضه إن خايف إن فرقته تلعب الأهلي في الوقت ده.
طيب بخلاف الجزئيه دي شايف ان هم بيديروا الامور بشكل ايجابي حتى الان ولا لسه في نواقص كتير جدا عندهم؟ اكيد في نواقص كتير. مع العلم ان احنا عندنا طبعا ثقه في كابتن محمد فضل عامل اداء ممتاز. خلينا نقول الثقه في كل الاعضاء. تمام؟ خلينا نقولها كده لان احنا برضو في نفس الوقت ايه؟ يعني بعض الامور ممكن تكون حصلت وقيمنا واتكلمنا وانتقدنا بشكل كبير جدا. لكن الفتره اللي جايه نتمنى لهم ان هم يكونوا بشكل افضل في الاداره. اتمنى. بس انت ايه رايك في تاجيل القمه؟ لا ده طبعا شيء مفروغ منه، يعني لو القمه اتاجلت من خلال الاتحاد نفسه يبقى لا دي حاجه كارثه كبيره. لكن اللي اتضح فيما بعد ان هي جهات امنيه ومفاوضات امنيه وكل هذه الامور. انت يعني مقتنع بده؟ ما نقدرش نعلق على الجانب الامني، يعني احنا علقنا في البدايه لما كان في كلام وكلام يمكن كان حقيقي شويه وكان بنسبه كبيره فعلا ان كان احد المسؤولين تحرك لتاجيل هذه المباراه. لكن في كل الاحوال هي ازمه وعدت واتكلمنا فيها، عارفين طبعا اللي حصل فيها والكواليس. خلينا اقول سريعا ان للاسف منتخب كينيا تعادل مع منتخب مصر 1-1 بهدف في الدقيقه كام؟ 68 ده الكلام اللي كنت بقول لك عليه في الشوط الاولاني. وقبل الهدف مباشره خرج قفشه ونزل محمد النني قبليه بدقيقتين او دقيقه يعني. ففي كل الاحوال الازمه اللي فاتت دي بتاعت تاجيل المباريات خلاص، يعني عرفنا مين المتهم فيها وعرفنا الامور كانت ماشيه ازاي وبتدور ازاي وكانت بتدور بطريقه سيئه جدا. الامن بقى كان ليه وجهه نظر، دي حاجه تحترم في كل الاحوال. لكن انا عايز اتكلم مثلا بعض الامور اللي احنا كنا بنسعى لتطبيقها خلال الفتره الجايه، مثلا الفار، هل في خطوات اتعملت فيه؟ لا مفيش. امتى هتتعمل الخطوات دي؟ والجدول لحد دلوقتي طلع الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لاسوان طلع واتكلم وقال لك احنا هنلاعب مين وامتى. طب ما دي برضو يعني حضرتك عايز تقنعني ان دي منظومه رياضيه صح؟ احنا كلنا بنتفرج دلوقتي كلنا على الدوريات الاوروبيه، هل ده بيحصل؟ اذا يبقى في نواقص وفي حاجات كتيره موجوده غلط. يعني اتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه بالنسبه للجنه الخماسيه للكرة المصرية اللي بتدير الكرة المصرية اتحاد الكرة دلوقتي يعني. ونتمنى كل التوفيق كمان للمنتخب الأول اللي اتعادل للأسف دلوقتي 1-1، إن شاء الله يرجعوا في النتيجة يقدروا يفوزوا يعني أو يتقدموا يعني في النتيجة. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الأولمبي في مباراة الساعة 8 أمام الكاميرون، وكل التوفيق طبعا لنادينا الكبير النادي الأهلي. أستاذ محمد نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا ليك ولكل متابعي قناة الأهلي والجماهير، وإن شاء الله الأهلي الفترة الجاية هيكون في أفضل حال إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يكون في النجاح دايما إن شاء الله. بشكرك جدا أستاذ محمد عصام الناقد الرياضي بروز اليوسف. دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا. بكرة الجمعة أجازة إن شاء الله، نكون معاكم يوم السبت في حلقة جديدة من نفس البرنامج. إلى اللقاء.